السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، اليوم جيت نقدم واحد بعض النصائح للشباب اللي بغى يطور من حياته، يشوف راسه في احسن بلايص. دو نصائح نتمنى سواء ديرهم كاملين سواء اللي بانتك انك تقد عليها ديرها. اول حاجه هي نتمنى من كل واحد انه اذا كان غادي يشترك ماشي هذيك ديال المعصيه يبعد منها، حيت كل ما الواحد منك يبعد عن المعصيه يتقرب من الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجة نحاول أنه مثلا في من سمع أدان سواء الصباح ولا الدار ولا العصر ولا المغرب العشاء، وأنا مثلا كين برا الخدمة كين في الزقة كين في الدار، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم، نوض نتوضى ونمشي نصلي جماعة مع الناس. هذه أنا أجر كبير على الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة نحاول أن ديما نكون متوفق في الحياة ديالي، متوفق في الدراسة ديالي، متوفق مع العائلة ديالي مع الأصدقاء ديالي، هكا ديما كنحس براسي يعني متفائل بنفسي. رابع حاجه نحاول ندير صله الرحيم، العائله ديالي قريبه ليا بلاصه فين ساكن، نمشي نزورها، كانوا بعاد عيط لي ابير فيديو ابير اوديو، هكا نمشي نزورهم مره مره عيط صبر فيهم، هكا نحس بهذاك الدفء العائلي ان فلان عائله راه كتعملنا ديما في البال ديالي. هذه واحد النقطه مهمه اخرى، نحاول الانسان يختار اصحاب ديالو، حيت كل ما كانوا اصحاب ديالهم مزيانين كيزيد هو كيزيد يعني شي كيفيد شي كيزيد قوي الشخصيه ديالو. اما نختار رفاق السوء هكا معاهم هو ما مزيانش، وتا الناس تا ما كيقول لها ما نشتك ما شباتك. نقطه مهمه اخرى، نحاول ديما نكون سبورتيف، ديما ندير رياضه، لاي سبور شفت فيها راسي نقدر نديرها ونعطي فيها نمشي نديرها. وخا نعرف غير كل نهار نمشي غير نجري واحد الساعه ولا ساعة نعرف نجري فيها، سي غير كجرية في الغابة وفي الشيرة غير تجري وتدوش تحس براسك بواحد النشاط واحد حيوية. أخرى جملة مهمة، فما تكون كتدعي الله سبحانه وتعالى حاول أنك تدعي الناس، دعي الناس في الدعاء ديالك. أخرى عاوتاني ريح مع راسي، شنو هو القصير نقول أنا شنو أنا في مغيط نكون هنا واحد 3 سنين 4 سنين، ريح هذا البروغرام ديالي، البروغرام ديالي كل نهار، البروغرام ديالي كل سيمانه، هذا العام معنا مخل عام، اشنو بغيت نوصل؟ معنا عامين معنا 3 سنين، هكا ونحط واحد هدف في حياتك، ماشي غير غادي بلا هدف بلا والو. هادو نصائح قلت عليهم وجمعتهم قدمتهم لكم، والسلام عليكم.